هنا اول يوم، اول يوم هناخد فيه انتروداكشن اورينتيشن لمده ساعه. هناخد الاول نتعرف على بروجرامنج انجينيرنج، نعرفها ايه هي والاكزام، وناخد اورينتيشن اوفر فيو. هيكون ده طبعا كله بيزد على اسبي السي بي دي كونتنت اللي هم مبنيين على فور بوكس بتوع اسبي. اسبي اللي هم بلمبنج انجينيرنج ديزاين بوك فور فوليوم، فوليوم 1 2 3 4. وفي كمان كتاب خاص بالدومستيك هوت ووتر مهم جدا، وفي السي بي دي ريفيو مانوال بتاع الامتحان، غير البوليتن اللي هو اصلا بيديك يعني الستاندرد بتاع الامتحان. هم دول الكونتنت او ريفرنس بتوع الامتحان. واحنا ان شاء الله اثناء الكورس مش هركز بس على الامتحان، هركز برضو على بعض الحاجات اللي عندنا في المشاريع اللي بتقابل مهندسين، ناخد منها كيس ستادي، نبص على الديزاين دروينج، التندر شوب دروينج، اي حد عنده مشكله ممكن نحلها مع بعض عشان كله يستفيد. هنا انتروداكشن عن بلمبنج ديزاين، كل ده في اول يوم. هنعرف بلمبنج انجينيرنج اللي هي عباره عن البلان والديزاين والانستول والتيست والكوميشننج للبلمبنج سيستم، وهنعرف مين مسؤول عن بلمبنج انجينيرنج، هل هو الميكانيكال ولا السيفل ولا ام اي بي. وهنشوف السيفل انجينيرنج بيركز على ايه، والبلمبنج انجينيرنج او الميكانيكال انجينير بيركز على ايه. السيفل دايما بيكون همه الحاجات الاندر جراوند زي الانفراستراكشر، ومهندس الام بي او الميكانيكال بيهمه دايما الحاجات اللي خاصه بالبيلدنج سيرفيس اللي داخل المبنى يعني. وفي انجلترا او في اوروبا عموما بيدخلوا جزء بلمبنج انجينيرنج في حاجه اسمها بابليك هيلث انجينيرنج لاهميتها على صحه الانسان، عشان داخل فيها ووتر سبلاي وداخل فيها درينج وسيوج، فدايما بيسموها بابليك هيلث انجينير في بعض المكاتب الاستشاريه هناك. وطبعا هنشوف اي مبنى بيحتاج بلمبنج انجينيرنج، هل في مباني معينه، هل في مثلا ريزيدنشال بيحتاج ولا كوميرشال ولا اندستريال ولا هي ايه بالظبط. فهنعرف ان كل المباني بغض النظر عن نوعها لازم اتليست يكون فيها بلمبنج سيستم، سواء كان ميه او ويست او ستورم ووتر او ميديكال جاز او فاير او كده، كل ده بيندرج تحت بلمبنج انجينيرنج. وهنشوف في امريكا مين مسؤول عن السيستم دوت، ومين مسؤول عنه في اوروبا، ومين مسؤول عنه في الدول العربيه حسب ما احنا عارفين هنا والخبره عندنا طبعا موجوده. تاني حاجة هناخد فكرة عن الإكزام، نعمل عليه أوفر فيو هاي وهايلايت. الإكزام هيكون النمبر أوف دومين أو نمبر أوف سيكشن بتوعه خمسة، خمس سكاشن. وهيكون الأسئلة كلها عبارة عن إم سي كيو اللي هي مالتيبل تشويس، وهيكونوا 100 سؤال كلهم متقسمين على ثلاث ساعات ونص. وطبعا الامتحان خمس أجزاء، كل جزء ليه عدد معين من الأسئلة. يعني عندك مثلا الجزء اللي هو الـ 1 و 5 في 11 سؤال. ثواني كده بس تعمل الليزر عشان تشوف معايا. هنا النمبر اوف كويشن بير سيكشن، عندنا 11 سؤال خاصين بالسيكشن 1 و 5، وعندنا 65 سؤال خاصين بالجزء الثاني اللي هو بتاع الديزاين. زي ما قلنا الديزاين هو الكور كونتنت بتاع السي بي دي، عشان كده بيجي عليه 65 سؤال من 100، يعني اللي يحله ده لوحده ممكن ينجح في الامتحان. وبرده زي ما قلنا ثواني ان الامتحان بيتعمل امتى؟ هو دايما الامتحان الستاندر بتاعه بيتعمل كل سنه في شهر ابريل. اوكي؟ وكان بيتعمل في سنتر، بتروح سنتر زي بيرسون فيو بتمتحن فيه هناك، بس السنه دي عشان الكورونا وكده فخلوه اونلاين وانت قاعد في البيت ممكن تعمله. ومين اليجيبل يخش الامتحان؟ اي حد معاه باتشلر ديجري، معاه بكالوريوس هندسه بلس اربع سنين خبره، فبيقدر يخش الامتحان، بيسجل وبيخش الامتحان. تسجيل الامتحان للممبر ب $450 والنون ممبر ب $675. وعشان تبقى ممبر في اسبي لو انت طالب بتدرس ماجستير او دكتوراه او وات ايفر بتعمل عضويه ب $30 بس، بس لو مش طالب او كده بتعمل العضويه ب $190. وطبعا العضويه مفيده جدا، بتديك كتب ومجلات وستاندر ونيوز ليتر. وطبعا يعني اي حد فيكم ممبر شيف في اي بروفيشنال انستيتيوت اكيد عارف اهميه العضويه. وفي نفس اليوم برضو اللي هو دي 1 بناخد اورينتيشن عن الكورس كله زي ما اتفقنا، 8 محاضرات، اول محاضره ساعه واحده خلصناها خلاص، والمحاضره الثانيه هتبقى ساعه ونص سيكشن 1 و5، والمحاضره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه هيبقوا 8 ساعات مقسمين على اربع ايام، كل يوم ساعتين. ودي 7 هناخد فيه سيكشنين في ساعه ونص، والدي 8 الاخير هناخد فيه مراجعه شامله على الكورس.